كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا عمرنا وعمر والدينا وعمر أستاذنا وعمر معهدنا الأمين وعمرنا مؤسستنا الأمين وعمرنا إخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في قلبنا، اللهم عافنا في بدننا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأصلاح والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, telah sampailah kita.